شحات قرآن دوت كوم. إن في خلق السماوات والأرض
من تنزل
وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا سيئاتنا وتوفنا
ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلق الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا والله عنده حسن الثواب. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم لأكفرن عنهم سيئاتهم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري
شحات قرآن دوت كوم.